طيب خلونا نروح لموضوع آخر، تحديدا حدث في جامعة المنوفية، لأن في مسابقة عالمية نظمتها الجامعة الأمريكية لمهندسي الميكانيكا. المسابقة دي فاز فيها فريق من طلاب هندسة المنوفية بجائزة أفضل تصميم لمركبة مسيرة، وبيعتبر دي أعتقد أول مرة جمانة يتم فيها تنظيم يعني مثل هذه المسابقة تحديدا. يعني المسابقة طبعا يعني هي الفعاليات زي ما أحمد قال لأول مرة يتم تنظيم هذه الفعاليات المسابقة في أفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة من ممثلين للجامعات الدولية وخبراء الصناعة الوطنية. كمان فريق هندسة المنوفية فاز بالمركز الثاني في المسابقة بشكل عام بعد ما قدم ابتكار مهم بيستهدف تحسين أداء المركبات والروبوتس أو الروبوتات المسيرة اللي بتشتغل بالطاقة الشمسية. خلينا نعرف أكتر عن هذا الابتكار من خلال هذا التقرير. ضمن فعاليات الحدث الدولي الذي نظمته الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا، فاز فريق طلابي من برنامج هندسة الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة المنوفية بجائزة أفضل تصميم لمركبة مسيرة بمسابقة Green Energy Sprint. أيضاً حصل الفريق الطلابي من برنامج هندسة الميكانترونيات بكلية الهندسة على المركز الثاني في المسابقة بشكل عام، وذلك بعد أن قدم فريق الكلية مشروعاً يستهدف ابتكار وتحسين أداء المركبات والروبوتات المسيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية كمصدر من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، وكذلك التحكم بها من خلال أنظمة الميكاترونيك المتقدمة لضمان فعالية الأداء والتحكم في استهلاك الطاقة وتوجيه الروبوت بدقة وكفاءة عالية. نظمت الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا فعاليات هذه المسابقة للمرة الأولى في إفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة من ممثلين للجامعات الدولية وخبراء الصناعة الوطنية لمناقشة وعرض الموضوعات والمشروعات التي تخدم أغراض التنمية المستدامة. ضم الفريق 6 طلاب من الكلية مشتركين في ذلك الابتكار، وأشرف على أعمال الفريق المهندس طه الشريف المدرس المساعد بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بكلية الهندسة. خلينا نروح لتفاصيل أكتر من دكتور طه شريف المشرف على فريق كلية الهندسة بجامعة المنوفية. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. صباح الخير بحضرتك يا فندم، وصباح الخير على مصر كلها. ألف مبروك يا دكتور. الله يبارك في حضرتك، وبنشكر حضرتك على الاهتمام بنشاطات الباحثين والشباب في الجامعات المصرية وفي مجال التنمية المستدامة. وحضرتك الايفنت عموما اول مره يتم في افريقيا والشرق الاوسط، بتنظمه الجمعيه الامريكيه لمهندسي الميكانيكا، واللي هي تعتبر اعرق المؤسسات العلميه في مجال الهندسه الميكانيكيه على مستوى العالم، وحضرتك هي نظمته في مجال التنميه المستدامه. ده حقيقي. يمكن احنا شفنا التفاصيل دي يا دكتور في التقرير اللي اتعرض قبل المكالمه الخاصه بحضرتك دلوقتي، لكن عاوزين نعرف من حضرتك بقى توضح لنا فكره العمل الجماعي اللي حدث في طلاب او اللي قام عليه طلاب كليه الهندسه بجامعه المنوفيه تحديدا، ويعني ايه مركبه مسيره؟ هو حضرتك مركبه مسيره معناها ان هي اوتوميتد، او ان انا اقدر اتحكم بيها عن بعد، او اقدر اتحكم بيها باستخدام الذكاء الصناعي او تقنيات الارتفيشال انتليجنس الحديثه، واقدر ان انا استخدم هنا تقنيات الميكاترونيك علشان اتحكم في اداء المركبه نفسها واعرف استهلاك الطاقه الخاص بها مع الوقت. وده طبعا بيديني بيديني امتياز ان انا اقدر ان انا اتحكم في استهلاك الطاقه نفسه وفي الاداء بتاع الماكينه اللي بتاع المركبه. وطبعا احنا بنشوف في يمكن في اوروبا حاليا المركبات المسيره اللي هي بالسيلف درايفنج السيلف دريفن اوتوموتيف، تمام. والاضافه هنا ان احنا بنضيف للمركبه ديت استخدام احد مصادر الطاقه المستدامه، وده طبعا من اهداف التنميه المستدامه اللي هي موضوع عالمي وحيوي بيمس العالم كله في ظل تغير المناخ. وطبعا هنا استخدام الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح في كمصدر للطاقه المستدامه بيعني الحفاظ على البيئه. صحيح. من ناحيتين، ان انا بقدر ان انا احصل على مصدر طاقه مستدام، يبقى طبعا الشمس موجوده يعني مصدر مستدام، مصدر متجدد، وطاقه الرياح مصدر متجدد، وايضا هنا بيعني ان انا تاثيري على البيئه كمان بيكون شبه منعدم لان انا بستخدم طاقه خضراء. يعني دكتور طه، زي ما ذكرنا في المقدمه، الفريق فاز بجائزه افضل تصميم لمركبه مسيره،
وايضا فاز كمان في بالمركز الثاني في المسابقه بشكل عام بعد ما قدمتم ابتكار مهم يستهدف تحسين اداء المركبات والروبوتس او الروبوتات المسيره اللي بتشتغل بالطاقه الشمسيه. تمام. لو تكلمنا عن هذا الابتكار يا فندم. عن الابتكار يعني في ابتكار اخر يستهدف تحسين اداء المركبات والروبوت المسير. ايه اللي حضرتك قدمته وايه اللي الفريق قدمه في هذه النقطه تحديدا؟ ما هو حضرتك اللي الفريق قدمه هو اضافه يعني منظومه الميكاترونيات للمركبه ديت يعني تطوير المنظومات الميكاترونيك الخاصه بالمركبات ديت ودمجها مع احد مصادر الطاقه الشمسيه او احد مصادر الطاقه المتجدده زي الطاقه الشمسيه او طاقه الرياح، وده بيستهدف تحسين اداء المركبات ديت بصوره عامه واننا بعد كده نحصل على مركبات صديقه للبيئه. هايل. طيب عاوز اعرف من حضرتك دكتور يعني عدد الفريق اللي قدم فيه المسابقه وصل كام وازاي تم اختيارهم او انتقائهم او المعايير اللي على اساسها يعني قدرت حضرتك تكون بيهم التيم اللي شارك في هذه المسابقه؟ هو عدد اللي اشتركوا معانا في الفريق كانوا ست اشخاص او ست اعضاء يعني تمام. نعم. وهم من يعني مختلف المستويات في برنامج الميكاترونيك. وطبعا احنا بندرس لهم يعني خلال سنوات الدراسه في البرنامج بندرس مجموعه من الكورسات الخاصه بالتصميم. وطبعا هم يعني بالتعاون معاهم يعني قدرنا ان احنا نوظف المعارف العلميه اللي هم اكتسبوها خلال الكورسات ديت لتطوير المركبه او لان احنا نعمل انتجريشن ما بين المركبات ومصادر الطاقه الجديده والمتجدده. طيب يا فندم لو تكلمنا عن الفريق المشارك من الطلبة، هل الفريق المشارك في المسابقة من نفس السنة الدراسية ولا من سنوات مختلفة؟ لا حضرتك من سنوات مختلفة، هم من سنوات سنوات مختلفة وده بيكون مستهدف بحيث ان يتم يعني ايه مشاركة الخبرات المختلفة ما بين الطلاب. هايل، بس تم اختيارهم على أساس ايه او على أي معايير؟ هو حضرتك بيتم اختيارهم على اساس يعني الكفاءه والتحصيل الدراسي والمشاركه في المشروعات العمليه اللي بتقيمها الكليه والبرنامج او القسم وقسم يعني تحت اشراف قسم هندسه الانتاج والتصميم الميكانيكي. يعني في الحقيقه بنشكر حضرتك دكتور طه شريف المشرف على فريق كليه الهندسه بجامعه المنوفيه الفائز في مسابقه الجامعه الامريكيه بمركبه مسيره، يعني في الحقيقه مجهود كبير وفكره اللي احنا نشوف شباب لسه بيدرس يعني بيعمل هذه الخطوه او مقدم على هذه الخطوه، فكره الابتكار اعتقد هو دي لغه المستقبل وهو ده المستقبل اللي احنا رايحين له يا جمانه، ان خلاص ما فيش اعمال روتينيه، كله هيبقى شغال بفكره التكنولوجي وفكره الكمبيوترايز وفكره الدماغ الشغاله على طول. بالظبط.